أنا أقيم في هذا البلد في هذه المملكة منذ سنتين ونصف تقريبا وأنا محظوظ جدا أن أكون هنا عامل كسفير في هذا البلد لأن المملكة البحرين يعني تعد أفضل وأحسن بلد عربي بالنسبة لي على الأقل وبالنسبة للجالية اليابانية المتواجدة هنا فلان هذا المجتمع يعني مملكه البحرين يعني المجتمع مفتوح و بالثقافات والحضارات الاخرى هناك التعايش السلمي بين كثير من الاجناس والاثنيات والاديان فلذا انا اعمل هنا واعيش هنا بشكل مرتاح جدا وبالتالي هنا الشعب البحريني طيب القلب ويعتبر الاجانب ليس كأجانب ولكن كشريك او شركاء في هذه الدنيا فخاصه ان كثير كثير من الشعب البحريني يحب اليابان كدولة أو كشعب، و إلماما جيدا بثقافات اليابانية و